السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف موقع اسمه نوت ديوند. الموقع ده قوي جدا، فيه نماذج لغوية كتير جدا تقدر انت تتعامل معاها، واوبن سورس، وبيديك امكانيات حلوة جدا. بدل ما تشترك في كل موقع لوحده، ممكن تشترك فيه وتقدر انت لما تسأله سؤال تاخد الاجابة من اكتر من شات. هندوس هنا على الشات فيفتح لي الصفحة دي، فخلينا نبدأ ان احنا نسأله. هقول له اريد كود مثلا لعبة سيارات، واختار مثلا بلغة الجافا، بلغة الجافا او جافا سكريبت او اي لغة. تمام، هيبدأ يقعد ثواني كده وبعد كده يبدأ ان هو يكتب لك بالشكل دوت. تدخل انت بقى على لغة الجافا وتاخد الكلام كله كوب بيست وتبدأ تعمل له ران. تمام، في الاخر بيقول لك ان هو استخدم شات جي بي تي 4 او. تمام، طيب ممكن بقى ترفع له ملف وتقول له عايزك تعمل لي سامري للملف دوت، وليكن مثلا قارن لي بين افضل العاب رياضه. او يبدا بقى يقول لك الالعاب الرياضيه والحاجات دي. اظن بالاخر بيقول لي النموذج اللغوي اللي هو اشتغل بيه. طيب فرض ان الاجابه دي ما عجبتكش، تقدر تختار مثلا عايز الاجابه من كلاودي مثلا، فبدل ما تروح الموقع تاني هو نفس الموقع بياخد هو الكلام ويروح هناك للموقع ويجيبها لك تاني. تمام، فانت عندك هنا كل النماذج اللغويه الموجوده متاحه ان انت تساله نفس السؤال وتشوف افضل الاجابه ايه. طيب ممكن اجي هنا واقول له فعل لي الارينا مود. الارينا مود معناها ايه؟ ان هو ياخد السؤال اهو ويقارن بين الاجابه من اكتر من نموذج. تمام، خلينا مثلا نساله افضل الاغذيه للرياضه. فلما تفعل هو بيخلي اتنين يجاوبوا، يعني هو بعت الاتنين ده جاوب فده الأسرع وده لسه مجاوبش. تمام، وفي الآخر هيقول لك ده أني واحد وده أني واحد، وأنت تشوف أني واحد فيهم اللي جاوبك صح وجاوبك بالتفصيل. فأرينا مود بيقارني بين نموذجين لغويين، فأنت تقول له ده اللي حلو أو ده اللي حلو أو الاتنين حلوين أو الاتنين وحشين. تمام، خلي بالنا ده سريع جدا، ده بطيء جدا، لسه مخلصها واخد وقت على ما بدأ. فانا علمت على ده ان هو الافضل، فقال لي ان ده جي بي تي 4 او وده اللي هو بيربلكسيتي. تمام، فانت ممكن تساله مثلا سؤال تاني وتشوف الاجابه هتبقى عامله ازاي. مثلا ما خطوات البحث العلمي ونشوف بقى. فانت تقرا بقى وتشوف ان الافضل. لاحظ ان في فرق كبير جدا في السرعه. طيب بفرض ان الاثنين كويسين، هتقول له بقى ايه الاثنين كويسين، يبدا يقول لك ده ايه وده ايه.
فهنقول له مثلا الاثنين كويسين، فبيقول لي ان ده مستر لارج 2 وده شات جي بي تي 4 او، فشات جي بي تي 4 او بقى اسرع دلوقتي وهكذا. فده موقع ممتاز، هتلاقي فيه الاجابات بتاعتك من اكتر من موقع في وقت قليل، فان شاء الله يعني يكون حاجه اساسيه معاك، بدل ما تروح لكذا حاجه هو ده تسال نفس السؤال وتشوف الاجابات.